الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وجميع المسلمين النار يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عنا على الصيام وعلى القيام، اللهم عد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين في أمن وأمان وفي حياة سعيدة يا أرحم الراحمين.